دكتورة غادة عبد الرحيم مدير العام جريدة البابا نيوز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ممكن نعرف النهارده ايه دور جريدة البابا نيوز في الاسبوع الكويتي؟ دي المرة الثالثة على التوالي بنشارك في الاسبوع الكويتي ال 12. طبعا هو بيضم الاستثمار وثقافة وسياحة واعلام وعقار. مهم قوي يعني دولة الكويت الشقيقة مع دولة مصر التعاون اللي بيتم كل سنة لفتح علاقات جديدة بين البلدين وخاصة في مجال الإعلام، لأن دلوقتي الإعلام المجال بقى مفتوح جدا، بقى فيه أكتر من موقع إخباري. مهم جدا إن احنا يبقى فيه تعاون مشترك ما بين البلدين. طبعا البوابة كل سنة بتشارك بحاجة جديدة. أول سنة شاركنا كويب سايت وجريدة، السنة الثانية كنا عاملين المرجع باللغة العربية، السنة الثالثة عاملين دلوقتي المرجع باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وبنبتدي عندنا مقر في باريس، المركز سيمو في باريس لدراسة الحركات الإسلامية، ودلوقتي كمان هنفتح مقر في لندن وفي نيويورك. فأعتقد إن السنة الجاية يعني إن شاء الله في معرض الكويت الدولي البوابة هتشارك بأكتر من حاجة جديدة، لأن كل سنة لازم بنفاجئ المؤتمر بحاجة جديدة، وده اللي بيخلينا يعني متواجدين بقوة في المؤتمر. حيث التنظيم والإدارة، في أي عقب قبل بارتيشن البوابة في التنظيم هنا؟ بصراحة يعني خالص هم متعاونين جدا معنا، حتى كمان في الكتيب البوابة واخدة حيز كبير جدا، وكمان اللوجو بتاعنا كراعي موجود على الكتيب، حاجة عظيمة جدا. الإدارة متواصلة معنا من 3 شهور، جهزنا كل حاجة، البارتيشن مكانه رائع جدا وسط جرايد كلها، فأنا أعتقد إن هو منظم أكتر. يعني الإعلام خد جنب الاستثمار، خد جنب السياحة، فده بقى منظم أكتر للناس يعني.